قبلت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة كوثر كريكو بمخيم بوجدور من قبل مسؤول أمانة الفروع سيد مربية المامي ووالي ولاية بوجدور في إطار زيارة تقودها إلى الجمهورية الصحراوية تدوم يوما واحدا. الوزيرة زارت عديد المرافق التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية الصحراوية ووقفت على التجربة الرائدة للشعب الصحراوي في التكفل بالفئات الهشة. المزيد في ميكروفون محمد الأجرب. أنا سعيدة جدا بتواجدي اليوم بين أحضان الشعب الصحراوي بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكذلك ونحن على مشارف الاحتفال بالذكرى 61 لعيد استقلال الجزائر. طبعا كانت لي وقفة رفقة زميلتي وزيرة الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة بزيارة بعض الهياكل التابعة للقطاع اللي هي هياكل مشتركة ما بين القطاعين فيما يخص التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، أيضا وقفة مع المرأة الصحراوية المناضلة. نزيد نأكد على أن احنا مفتوحين على هذا التعاون، ومفتوحين على هذا المجهود اللي دائما عوضونا عليه الجزائريين والصحراويين. يقولوا لي ان شاء الله كطرفوا ما تقعد عليه، احنا ناشرونا جزء من وطنهم واحنا موجودين عليه اكثر من 47 سنه، نعتبره زر من وطننا.